مساء الخير، اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامج المرايه. ان شاء الله النهارده هتكون حلقتنا بعنوان صورتك في المرايه. بس انا قبل ما نبتدي الحلقه ان شاء الله حابه بس افكركم ان احنا منتظرين اتصالاتكم ومنتظرين استفساراتكم على صفحه البرنامج وعلى الارقام اللي قدامكم على الشاشه. وبفكركم كمان بسؤال مسابقه الحلقه، والحلقه مسابقه الحلقه والجوائز بتكون مقدمه من الاكاديميه الدوليه لتطوير الذات. والمسابقه هتكون عباره عن سؤال في اخر كل حلقه، وان شاء الله الاسئله دي هنجمعها كلها في اخر الشهر ونبعتها كلها مره واحده. وباذن الله الجوائز هتكون جوائز قيمه عباره عن كارنيهات عضويه واستشارات ودورات مجانيه، جوائز قيمه جدا باذن الله. بس في الاول احنا عايزين نرحب بالاستاذ جيهان حسين، استشاري استشاري نفسي واسري. اهلا وسهلا، الله يكون في عونك. يعني من كتر البرامج الدنيا لخبطت. استشاري نفسي واسري من كتر البرامج. اهلا بحضرتك، حضرتك منورانا دايما. اهلا بيكي. والنهارده احنا امبارح كنا كل ما نيجي نتكلم في حاجه نرجع نتكلم برضو عن موضوع انا حبيت اراضيكي عن الثقه بالنفس. فحضرتك قلتي لي النهارده لازم نتكلم عن الثقه بالنفس. تمام، فايه مفهوم الثقه بالنفس؟ كويس. انا النهارده ببساطه شديده كده بحب دايما يعني الناس كده تفكر معانا شويه. تمام. هو انا لما اجي اقول لك انا واثقه فيكي معناها ايه؟ معناها ان اي حاجه هقولها لك حضرتك هتبقي راضيه بيها او مصدقاها. مصدقاها. برافو عليك. مصدقاها. طيب ولو انا واثقه ان انت مثلا يعني مش جدعه، برضو انت مصدقه انك مش جدعه، صح؟ ده من كتر ثقتي فيكي. لا، من كتر عدم الثقه فيكي. انا ممكن اكون يعني واثقه في حد قوي. أيوه. لدرجه ان انا زي ما انت قلتي كده مصدقه. أيوه. كل حاجه هيقولها، فانا على يقين اللي بيقوله ده هيتنفذ. أيوه. تمام؟ تمام. طيب يبقى والتصديق معناه ايه اصلا؟ معناه الايمان. عشان كده حتى الايمان خفي، يعني انا مصدقه رغم ان انا مش شايفه. صحيح. تمام. فانا النهارده لما باجي اقول ان انا واثقه في فلان، فانا بقول انا مصدقاه، مؤمنه بيه، مؤمنه بقضيته، مؤمنه بمنهجه، مؤمنه باي حاجه ايا كان. لما بتكلم في ماركه موبايل، مش هنتكلم على ماركات ولا حاجه، بس هنقول ماركه ما يعني. خلاص انا عارفاها ان دي ماركه كويسه. انا عارفه ان هي كويسه، لكن صحيح. نفس الماركه رغم ثقتي فيها ممكن اثق فيها لما تعمل موبايل، لكن ما اثقش فيها لما تعمل تلفزيون مثلا. في حته معينه. اذا انا عندي ثقه كليه وثقه جزئيه، او غالبا بمعنى ادق كده، ما ينفعش ان انا اثق في حد ثقه عمياء. ان انا مهما كان كنت واثقه فيكي في مثلا انك انت بارعه كمذيعه مثلا، لكن مش بارعه في حته ثانيه. ايوه مثلا. دي اكيد. فانا من هنا ببتدي اقول ان الثقه هي الايمان بالقدره على فعل الشيء. الايمان بالقدره على فعل الشيء. طب دي ثقه بوجه عام. طب لما انا بثق في غيري يبقى انا مؤمنه بقدرته على اي شيء بقى، الحته اللي انا واثقه فيها بتاعته دي. تمام. طيب عشان اثق في نفسي معناه ان انا اكون مؤمنه بقدراتي على فعل اي شيء. مش كل شيء. نركز على كلمه كل، لان انا عندي هنا يعني مشكله خطيره في موضوع الناس اللي ابتدت تعمل دورات في موضوع الثقه بالنفس وتدعم بقوه وتخليكي بقى ايه يعني تنفخك نفخه زياده عن اللزوم. ان انا فاهمه في كل حاجه، ان انا مش عنديش التوازن. لان الثقه هي مطلوب ان يكون فيها توازن ما بين ايه؟ تحقير الذات وتعظيم الذات اللي احنا قلناها امبارح. ايوه. ان انا ما ينفعش ان انا احقر من نفسي واقلل من شاني، وما ينفعش ان انا اعظمها فوق طاقتها او قدرتها. فالنهارده لما بنلاقي حد يا اما بتلاقيه مغرور، انا على فكره الناس اللي بتقول لك ده واثق من نفسه قوي ده مغرور، انا اقول لكم صدقوني المغرور مش واثق من نفسه خالص. دي اكيد انا معاكي في دي. بس هو عامل ايه بقى؟ هو معلي الثقه في الحته اللي هو عارف انه متمكن فيها، يعني واحده حلوه قوي. هي بتتغر بالجمال لانها لا تملك غيره. ايوه. لكن هي مش واثقه من نفسها. بتحاول تغطي حته ثانيه. ايوه. لكن هي مش واثقه من نفسها ولا حاجه. لكن هي واثقه انها حلوه مثلا. ايوه. فبتلعب على الحته دي. بس مش اكتر من كده. طب استاذنكم الاداره، انا كنت مدياكم صوره عايزين ننزلها على الشاشه دلوقتي. تمام. ممكن يا جماعه الصوره تنزل على الشاشه؟ في صوره انتشرت جدا على السوشيال ميديا وعلى جوجل يعني وكده. تمام. صوره قط باصص في المرايه. يا ريت. ايوه اهي. أيوة. صوره قط. القط لما بيبص في المرايه هو شايف قصاده ايه؟ شايف اسد. فهو هنا كتير جدا بيتكلموا في الجزئيه دي، بيقولوا ايه؟ بيقولوا انا النهارده لما تبص في مرايتك
حسس نفسك انك عظيم عشان تبقى عظيم. هما بس ما تزيدش قوي منك يعني، المفروض بقى ان العمليه ما تزيدش. انا عايزه بقى اقول حاجه تانية خالص. انا ضد الصوره دي على فكره، يعني كل الناس يمكن مش كل، انا ما حضرتش كل الناس، بس الناس اللي انا شفتها كتير جدا بتدعم الصوره دي في الثقه بالنفس على اساس ان هي تديكي باور انك انت تبصي في المرايه تثقي في نفسك بزياده وتقولي لنفسك انا احسن من كده. لا انا بقول لك القط يبص في المرايه يشوف نفسه قط. انا عايزه اشوف قط. مش عايزاه يشوف لا فار ولا اسد. ايوه افهم من كلام حضرتك كده ان الثقه لو زادت غلط ولو قلت غلط. كل حاجه امثال زمان قال لك ايه، الشيء ان زاد عن حده انقلب ضده، سواء ده او سواء ده. سواء ده. طيب انا مطلوب عندي ان انا ابص اشوف نفسي على حقيقتها، مش ده اللي كنا بنقوله في المرايه امبارح؟ ايوه اشوفها بالظبط. طيب الثقه بتجيلي منين؟ بتجيلي من حاجات كتير جدا. ممكن زي ما قلت لك واحده جميله تبقى هي واثقه انها جميله. ايوه بس هي عارفه انها مش متعلمه، فتبقى مغروره بقى في تبقى مهزوزه. لا مش شرط مغروره، ما هي بتحاول تغطي بقى على المنطقه التانية. ده لو هي عندها الايه، لو هي عندها الثقه اللي هي بتحاول بقى تعمل تعلي الكيرف في الجزئيه دي. لكن هي لو مش هتعلي الكيرف هتلاقيها برضو بنشوفها واحده جميله قوي ومهزوزه. مهزوزه تقول لك هو انا جميله؟ انا مش حاسه انا جميله. لما تيجي تكلمي تقول لي ده انت زي القمر. ايوه تقول لك قمر ايه بس، وانا عارفه اتكلم كلمتين على بعض، ده انا ما اتعلمتش، ده انا مش عارف ايه، ده انا ايه. يبقى اذا الثقه مبنيه على حاجات كتير جدا. طيب الثقه عايزه اقول لك لو عندك رصيد في البنك انت بتسحب من الرصيد والمفروض تملى الرصيد عشان تعرف تسحب منه. معانا عندي حساب في اي البنك. حاجه بتخلص قصدك ان ممكن الثقه تخلص او تقل كل حاجه لو انا ما فضلتش اديها عاملاها انا هسحب منين؟ انا هسحب منين؟ يعني حضرتك مذيعه، طب ايه اللي ينقص الثقه؟ يعني ايه اسباب كدير. نقص الثقه؟ ابسط حاجه حضرتك مذيعه لو ما طورتيش من نفسك تاكدي انك انت هتفضي. اكيد خلاص هتفضي، الناس هتتطور من حواليكي والبرامج هتتطور وانت هيقولوا ايه ده لسه بتتكلم بنفس الفكره بتاعت زمان، لسه بتعمل مثلا ديكور برنامج قديم زي زمان، ده مثال يعني. فاذا انا لازم اطور من نفسي دايما احط في رصيدي. طب لما هتحطي في رصيدك هيحصل ايه؟ انت نفسك هتطلعي على القناه مختلفه. ايوه شكل مختلف. ايوه اكيد. لكن لو انت وقفتي عند مثلا من 10 سنين ومذيعه مثلا يعني وما طورتيش منها خالص رصيدك خلص. أيوة. فما عندكيش شيء جديد تقدميه، وبالتالي انت نزلتي والناس عماله تعلى حواليكي، وبالتالي انت بقيتي مهزوزه بشكل عام. معنى كده ان الثقه ممكن تزيد، ممكن ازودها لو هي نقصت. ممكن ازودها لو هي نقصت. طيب عايزه مثلا اشوف واحد اقول ده ما عندوش ثقه في نفسه، ايه مظاهر عدم الثقه؟ طيب خلينا قبل ما اقول مظاهر عدم الثقه اقول لك حاجه مهمه جدا. انا عندي حاجه اسمها انواع الثقه. عندي انواع. النوع النادر جدا والقليل قوي في ناس كتير اللي هو اسمه الثقه المطلقه. يعني ايه مطلقه؟ يعني ده راجل واثق في نفسه في كل حاجه، يعني هو واثق جدا. واثق جدا يعني النهارده مثلا جيهان تجيد مهاره معينه فهي واثقه لانها تجيدها. طيب لو هي ما تجيدش تلاقيها واثقه عادي، تقول لك انا ما اعرفش الحكايه دي وهي واثقه برضو، مش هاممها انها يعني قصدي حضرتك ايه؟ لا مش هاممها هي. فهمت بهدي بقى اللي احنا هنقولها. ان انا حضرتك فهمت في شغلي بس ما فهمتش في شغلك، وده ما يعبنيش. ما يعبكيش طبعا ده اكيد. ايوه فتلاقيه واثق، فلما حد يزنقه ما يتحركش انه يقول لك انا ما اعرفش. لا ما يعرفش، مش عيب يقول لك انا ما اعرفش. لكن في حد تاني هو لانه مهزوز يبتدي عايز يبقى عارف كل حاجه فيبقى خجلان قوي وهو بيقول ما اعرفش، او يفتي او يفتي. برافو عليك. طيب يبقى انا النهارده عندي الثقه المطلقه اللي هو الشخص، وده نادر وده بيكون صفاته عاده الناس كلها بيكون زي ما عارفه لما بيقولوا ايه، كبير العيله اللي كل بيرجع له. ممكن يكون صغير العيله يعني صغير سنا بس عبقري. عبقري مثلا، لا ماهر في حل المشكلات. يعني لو في حاجه تلاقي الناس كلها بتقول لك احنا هنشاهد فلان. هو اللي يحل لنا المشكله دي. معلش استاذه معانا بس التليفون. اتفضلي. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بحضرتك. ازيك يا مدام ايناس؟ اهلا وسهلا. استاذه ألفت معايا. اهلا امبارح وانا بشكر الدكتوره، حلقه جميله جدا. الحمد لله. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي يا دكتوره. سامعة حضرتك، اتفضلي. اتفضلي سؤال. سؤال الثقه دكتوره تيجي بيا؟ معلش هو الصوت بيقطع معاك تاني سؤال. هل الثقه، عدم الثقه او الثقه نفسها بتيجي من النشء وتربيته اثناء ما كنا اطفال؟ برافو عليكي. برافو عليكي. الاستاذه بتقول لحضرتك برافو عليك، سؤال ممتاز. سؤال تاني يا دكتوره، لو قال هل النظر في المرايه كتير
هل اذا ما اسمع يعني يؤدي الى رعب او خوف؟ طيب او شاهد قريني مثلا دخل اسمع كده. النظر في المرايه كتير يؤدي لرعب او خوف عشان القرين. شكرا لحضرتك، ميرسي جدا لسؤالك، واسمعي حضرتك الاجابه من الاستاذه. طيب هجاوب واحنا بنتكلم، لان احنا من ضمن هنتكلم في نقطه ان دعم يعني الثقه بتيجي منين، هنتكلم في الجزئيه دي. بس نرجع الاول لايه؟ لانواع الثقه. ايوه، فاحنا اتفقنا ان انا عندي شخص عنده ثقه مطلقه. ويعني ايه مطلقه؟ يعني هو ماهر في كل حاجه، ما عندوش مانع ولا يخجل ان هو يبقى قاعد مع، يعني ممكن هو يكون راجل بسيط، يعني ممكن يكون مش متعلم حتى، بس هو عنده الثقه مطلقه. ممكن يقعد مع الدكتور ما يبقاش خجلان، ويقعد مع الوزير ما يبقاش خجلان، وتلاقيه قاعد كده بقلب جامد كده وبيتكلم معاهم عادي جدا. بيتكلم معاهم بقى نتيجه ان هو اتربى على الثقه، ولا نتيجه ان عنده خبره، ولا شخصيته كده؟ ما احنا برافو عليكي، ما هي دي بقى هيبقى ردا على سؤالك وردا على سؤال الاستاذه. هنتكلم في الثقه بتيجي منين. هنتكلم في الجزء ان في حاجه اسمها ثقه فطريه، وفي حاجه بقى معانا مكالمه تاني. اتفضلي. الو، معلش قطع. طيب حاول اتصل بينا مره تانيه. تمام. عندي بعد كده الثقه المتعلقه. يعني ايه متعلقه؟ يعني حضرتك واثقه في نفسك جدا كمذيعه. لكن ممكن تكوني مش واثقه في نفسك في علاقتك في جوزك، مع جوزك في البيت او مع اصحابك، في حتت معينه وحتت لا. فهي متعلقه بامر ما، انا ماهره في مجالي. فانا يشوفوه يقولوا ده ايه، ده ما شاء الله ده دكتور شاطر قوي. لما تيجي تقربي من حياته تكتشفي ان حياته في البيت متدمره، في حاجات تانية ضايعه متدمره. دي اسمها بقى دي متعلقه، لان هي ماسكه في حته معينه، هو واثق في مجاله بس. او في جانب واحد بس. لكن مش واثق في الباقي، واثق في علاقته بمراته وعلاقته زي الفل، بس فاشل في نواحي مثلا تانية. في نواحي العمل كتير او الكلام كده. بنشوف ناس كتير فتلاقيه فتلاقيه شاطر قوي في ان هو يكسب زوجته، او ان هو يكسب عيلته، او يعمل كذا، لكن مش شاطر خالص في حاجات تانية. فده بيبقى عنده ثقه، لكن يجي عند حته تانية تبقى ما عندوش ثقه فيها، بتتهز. تمام. عندي بقى الثقه العامه اللي هي عندنا كلنا، كل الناس بتحصل لها، اللي اسمها الثقه المتارجحه. متارجحه زي ايه؟ كلنا مثلا ممكن تكوني واثقه بنفسك في كل حاجه والدنيا تمام معاكي، لكن مثلا وانت ماشيه في شارع اتدلع عليك عصير. كنت في مطعم يعني، اتدلع عليك عصير، وقعتي على الارض فكعبلتي في احرار الهدوم مثلا، فالهدوم اتبهدلت. تمام. تلاقي نفسك ماشيه عايزه تخبي، وعايزه تعتذري، وعايزه تقولي معلش والله انا كنت ماشيه دلوقتي ووقعت، وهكذا. اتفضلي معانا مكالمه. اتفضلي. اتفضل. الو، عايزين اسلم عليكم. السلام. اهلا يا امل. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. منورين الحلقه طبعا والله حضرتك والدكتوره جهين. ربنا يخليكي حبيبتي، ربنا يخليكي. اتفضلي سؤالك الاستاذه سامعاكي. سؤال للدكتوره، ربنا يحفظها. اتفضلي. كنت عايزه بس اعرف ازاي نبني الثقه بالنفس دي للاطفال من وهم صغيرين، بحيث ان احنا لما يكبروا ما نبقاش تخطينا المرحله المهمه دي. صحيح، ان شاء الله. سؤال مهم جدا فعلا. تمام، شكرا لحضرتك. اسمعينا بقى بالتلفزيون. تمام. أيوة. الثقه المتارجحه زي ما قلت لك، انا ممكن اكون قاعده في مكان فدلع عليا عصير، فانا احرجت اقعد اقول للناس والله انا كنت كاويه هدومي، انا كنت مش عارفه عامله ازاي، او غصب عني معلش، حاجه اتقطعت منك، فتلاقي نفسك ماشيه. أيوة. مهزوزه. أيوة. وعايزين نركز على كلمه ماشيه مهزوزه دي عشان نعرف قد ايه ان من مظاهر، ردا بقى على سؤالك اللي بعد كده انت. أيوة. قلتي لي ايه اللي تخليني اعرف من اللي قدامي ان هو مهزوز. يعني عنده عدم ثقه او لا. لسه بنقول اهو. أيوة. ماشي مهزوز، هتلاقي كتافه نازله. هتلاقيه واخد جنب. هتلاقيه بيقطع في الكلام، مش عايز يبص في عينك كمان. الاحظ مش عايز يبص في عينك. لو قاعد في محاضره هتلاقيه ياخد جنب في زاويه جنب الحيطه بعيد، وتلاقيه يختار ورا عشان ما حدش يشوفه، ما بيشاركش في اي حاجه. مشيته دايما، حتى تلاقيه احيانا يبقى طويل جدا، وتلاقي كتافه نازله قوي. ماشي كانه ماشي يعني زي ما تقولي مكسور كده. يعني في ناس ماشيه مكسوره وده تصدقي ان يعني مثلا المفروض يعني النورمال، يعني كتير جدا قصيرين متضايقين وعايزين الطويل هو اللي يبقى حاسس بنفسه، القصه دي كلها. فتستغربي لما تلاقي طويل مكسور كده، ده تلاقي ايه؟ تلاقي اهله في التربيه. وهنرد بقى على يعني كذا سؤال في الجزئيه دي. اهله في التربيه كانوا مثلا بيتريقوا على طوله، رغم ان طوله ميزه، الا انه هو زرعوا جواه ان هو عيب، فزرعه جوانا عايز يقصر. يا حول الله. هو لا ارادي على فكره، هو على فكره مش حاسس.
يعني مش شرط يكون مدرك، لان هو لو ادرك على الاقل هيفرد كتافه ويخلي شكله احسن من كده. لكن هو لا ارادي ممكن يكون اتربى على فكره ايه، انت بالك طويل طول بزياده كده ليه مثلا. او بنات مثلا طويله قوي، في بنات طولها كبير قوي طويله زياده يعني طول رجاله يعني، فيبتدي تقول لها انت طولك رجالي اللي هي طويله قوي، فتلاقيها بدل ما هي تبقى فرحانه بطولها كده تلاقيها مكسوره. يبقى التربيه بتقص يعني موضوع طبعاً الثقه التربية. من التربيه في برضو نوعين من الثقه. طب نقف عند الحته دي ونرجع لها تاني. اتفضلي نكمل. ماشي طب نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل مع الاستاذه. اتفضل حضرتك. اهلا بيكم مره تانية، ونرجع بقى للاستاذه نفس السؤال اللي وقفنا عنده. التربية بتأثر في الثقة؟ طبعا هي التربية بتأثر بشكل كبير جدا، بس أنا عندي نقطتين مهمين يعني. أول نقطة خالص إن إزاي إن أنا أسس ابني على التربية، وده إجابة الأستاذة أمل والأستاذة ألفت لما قالت هل الثقة بتيجي من التربية؟ أيوه طبعا أنا ده رقم واحد. أنا دايما بركز على فكرة التربية شوية لسبب بسيط. إنه يعني أنا عندي مرحلة وقاية، الوقاية خير من العلاج. وعندي مرحلة بقى إيه خلاص يعني الحق الموقف اللي هو اللي يا دوب حصل عدم ثقه خفيف ما اقدرش اقول عليه مرض، اقدر اقول عليه عرض. وبعد كده عندي بقى المرض اللي هو خلاص الحاله اتدمرت جدا وبقت انعدام ثقه، وده مرحله بقى علاجيه طويله شويه. للناس اللي هي بتبقى الدنيا خلاص جاي وصلت للقمه يعني. اللي هو المرض مزمن بالنسبه لي. تمام. لكن النهارده التربيه انا بهتم بيها لانها تعتبر هي الوقايه. واللي احنا بنقول ان انا عايزه اجنب اولادي التعرض لاي شيء. هي التربيه الاساس في كل حاجه. في كل حاجة. فانا عشان ادخل في مساله التربيه لازم اهتم بنقاط مهمه جدا. اول حاجات بمعنى ادق اللي بتهد الثقه الاهمال، المقارنه مشكله، اللوم، ان انا لومه. ثلاث حاجات دول حطيهم قاعده. طب معنى كده مش هربي؟ معنى كده لو انا من غيرهم مش لازم بالثلاثه دول؟ لا، هو معنى كده لو انا غلطت مثلا مره ومش مهتمه بيك النهارده الدنيا هتطير يعني؟ لا. هي مش هتبقى كده. بس ما يبقاش النظام كده. ما يبقاش انا طبيعي، لان كتير جدا وده بيحصل للاسف مع يعني اشهر الناس بتحصل معايا ايه، ان عندها مثلا طفلين. طفل بيلاغي ولذيذ كده وبيعرف يتكلم والتاني هادي. اذكى شويه. لا مش ذكاء، ملوش. لا بصي شفتي هنا بقى ده القناعه الغلط. ايوه القناعه الغلط. ليه؟ لان هو مش فكره انه اذكى، ممكن يبقى اصغر، ممكن طبيعته كده صح، ممكن يكون توأم. ايوه بس واحد نمطه هادي. واحد نمطه متكلم كده. كده ممكن ناذي ولادنا من غير ما نفهم. ده اكيد يعني. زي ما انا قلت لحضرتك دلوقتي هو كلمه ممكن ناذيهم فعلا من غير ما هي بقى القناعه دي. ركزي بقى في الكلمات اللي انا بقولها. قولي لي بقى الثلاث حاجات تاني دول عشان اللي عندهم ولاد صغيرين نبقى في دماغهم. الاهمال. مهملش الولاد. والمقارنه مقارنوش بحد لما ولا باخوه ولا بقريبه ولا بالجيران ولا ابن الجيران ولا صاحبه في ولا اقول له حتى مثلا بابا شوف بابا ولا ده بقى قدوه دي بقى ومثل اعلى. لا هقول يبقى المقارنه. واللوم. ان انا ما لوموش كتير كده وانب فيه على طول. طيب والاهمال. الاهمال زي بقول لك انا ممكن عندي طفلين. واحد بيلاغي وواحد هادي. ده مش معناه زي ما حضرتك تصورتي او كتير بيتصور ان ده ذكي وده غبي. لا الموضوع مش كده خالص. ده بالعكس. ده ممكن يدخل يبقى عالم بعد كده سبحان من الله. العلماء. بس هو هادي. في اي مجال. بس هو هادي. صحيح. بس هو هادي مع نفسه. والتاني ممكن علمك يطلع ولا فاشل ولا عارف يدخل اي حاجه، بس هو شاطر كده بيعرف يتكلم. بيعرف يلاقي ذكاء اجتماعي. ممكن نبقى نتكلم في الذكاء الاجتماعي بعد كده. ايوه تمام. لكن الفكره في ايه هنا؟ الفكره ان قناعه ان اللي بيلاغي عموما من هو طفل بياخد قلب الاب والام يعني. بغض النظر بقى عن فكره الذكاء وغيرها، بس هو بيعرف يلاغي يعني. يخليكي لو انت مهمومه كده يجي يقول لك انت مالك يا ماما. فالتاني مع نفسه يغير لك مودي كده حاجه. فطبيعي انت من غير ما تشعري هتتشدي ليه. هترتاحي معاه. فبيحصل ان التاني يزيد انطواء. ويزيد انكسار ويزيد احساس بكده. وبعدين تبتدي من غير ما تشعر بقى بتعمل حاجه فيه. ده يكلمها ده ما تردش عليه. الاهمال بنتكلم في ان هي تبتدي ما تسمعش لده. ده بيتكلم بقى كتير. قلنا بيلاغي ايه رايك نجيب كذا، والتاني ما بتسالوش. فكل حاجه يبتدي بقى هنا انت بتدمري واحد من غير ما تشعري، وبتنفخي واحد برضه. كنت لسه حضرتك وبتنفخي انت بتدمري الاثنين اساسا. طيب ده كده الاهمال. المقارنه مصيبه بقى، المصيبه العظمى يعني. المقارنه دي اما انا بقارن بين اخوات يعني دايما اقول له شوف اخوك شاطر وانت لا. وساعات بتحصل من المدرسه.
يعني تبقى الام والاب ما بيعملوش كده، بس المدرسة معقولة ده اخوك يا حولنا ايه معقولة انتوا بلاش واحدة حلوة واحدة مش حلوة حتى في الشكل، واحدة شعرها ناعم واحدة شعرها مش ناعم، واحدة شاطرة والتانية لا، معقولة انتوا اخوات؟ الكلمة دي بتدمر، وانا قابلت ناس كتير كده. يعني انا نفسي كنت ساعات اتفاجئ لما اقابل اتنين اتفاجئ ان هم اخوات، يعني الشكل فارق يعني كبير، لكن امسك تمسكي عشان حضرتك فاهمه. لا والله يعني لا مشكله ده. برضو ان الواحد اوقات بيبقى مش فاهم، يعني اوقات فعلا بتقولي كلمات ما بتقصدهاش وبتاذي فعلا حد، عشان كده لازم الواحد دايما لازم يبقى ما هو قاري ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم قال له تقل خيرا او لتصمت. صحيح، لو مش هتقول حاجه كويسه اسكت. دي معقوله انتوا اخوات؟ على طول بقى المهزوز هيبتدي يقول ايه، اكيد ما مش حاسه ان انا زي التاني، او التاني هيتنفخ. التاني دي خلاص، التاني بقى انا خلاص هو حصلت له كتير، وخصوصا بدات في البيت. طيب لكن حضرتك قلتي كلمه جميله قوي، قلتي طب لما اقول له بابا، في فرق بين اني ما انا برضو لما اقول له اخوك انا لازم اتكلم، انا ليا دور في التربيه، انا مش هسيب الموضوع كده يعني. بس الفكره ان انا ما يبقاش عندي ايه، ان بص بابا شاطر ازاي وانا عايزك زيه. ما انت كمان ممكن تكوني بتكوني عنده فكره، مثلا هنقول بابا ظابط وهو عايز يبقى دكتور، انه ما طلعش ظابط مش هيبقى شاطر، او ماما مش هتحبني. ايوه فيعيط، يبقى عايز، وده حصل على فكره مع بعض الناس. دخل الكليه اقول له ايه؟ ما انا هقول لك، دخل الامهات الصغيرين يعني، حاضر، ما هو دخل بقى دخل كليه اللي هي مثلا مثلا جيش او حاجه علشان يقلد بابا، او دخل مثلا طب عشان يبقى زي بابا لان ماما عايزه كده. ايوه لكن هو مش عايز كده، ده في كتير بيعمل كده. ايوه دي يعني كتير جدا طبعا، بس بيبقى متدمر نفسيا. دي حقيقه. احنا عايزين نعلم بس الناس اللي مساله الوعي بقى، ان انا يبقى عندي فهم صحيح للامور، ان انا لازم اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون مختلف يا جماعه، اختلافك سر تميزك. شعارك ده الشعر والله هو ما جاش من فراغ. انا شعرات بجد يعني، يعني انا اخترته صحيح. احساس انا النهارده الكون ده كله كان هيعمر ازاي لو كلهم دكاتره؟ صحيح يعني معلش، مين كان هيجي ينظف البلاتو لو ما فيش حد عامل بينظف؟ صحيح، ما كل الناس بقى عايزه تبقى دكاتره بقى. لا ما يعني سبحان الله كل واحد مختلف عن التاني فعلا، وبنكمل يعني بعض. وممكن اقل واحد فينا يبوظ لنا الدنيا. ايوه اكيد، يعني أكيد. لو ما جاش يبوظ الدنيا، يبوظ العمل طبعاً كله. كل واحد له دور. طيب فانا هعمل ايه مع اولادي؟ انا هبتدي اقول له انت حابب ايه الاول، اعرف هواياته، اعرف ميوله، ابتدي العب على فكره. طب انا شايفه التاني ما شاء الله شاطر وملحلح كده وعارف كل حاجه، بيعرف يعني يقول انا بحب الرسم يا ماما، انا هاتي لي ورقه وقلم. طب ده بينطق، طب التاني ما بينطقش. طب خلينا في المذاكره كده، اتنين واحد بيذاكر واحد لا، وانا مش عايزه اعقد اللي هو التاني. اللي ما بيذاكرش لازم نعرف ما بيذاكرش ليه الاول. أيوه. لانه ممكن يكون كاره المدرسه لان في سوء معامله من الدراسه مثلا. أيوه. المدرسين ممكن يكون كاره لانه مثلا مش قادر يحب، او مخه مش رياضي، او مش عارف يعمل ده. فاحنا بنقول له هنبتدي نخليه يحب الحاجه، يعني حتى لو انا ما بحبش الرياضه، انا بحب العلوم بس. طب يا حبيبي، ما احنا دلوقتي لازم نتعلم كله، لان ده هينفعك هنا وهينفعك هنا. وتاكد ان انت اول ما توصل لكليه علوم مش هتاخد رياضه خلاص. احاول اقنعه، قصدي حضرتك. ايوه ادخل في عمليه الاقناع. طيب يا بابا، انت عايزاني ابقى زي بابا دكتور؟ لا يا حبيبي. انت وماله، انت لو عايز تبقى حاجه تانية مفيش مشكله، المهم انك تكون نافع للبشريه. مهمه جدا انك تقولي له المعلومه دي، انك تحسسين وتبني له الهدف، تحسسين ليه قيمه. طب انا مش شاطر يا ماما. لا يا حبيبي، انت ممكن تبقى شاطر في مهنه اقل. ممكن ناس كتير جدا بتزعل من كليه التجاره وكانها يعني كليه اي كلام، ما بيطلع منها المحاسبين، انا هجيب محاسب منين انا لو كل صحيح. الناس في البنوك والدنيا دي صحيح، والبنوك والدنيا دي كلها صحيح. لا يعني ما فيش صحيح. مشكله ولا تخجل منها ابدا. لا طبعا، فتتعامل وتبتدي تبني عنده فكره ان لا يا حبيبي ادخل زي ما انت عايز، اللي هتحب وتنجح فيها يبقى كويس. وهفخر بيه. انا هبقى فخوره بابني الطبيب وبابني المهندس وبابني المحاسب وبابني اي حاجه بقى، حتى لو سكرتير اي حاجه. يعني لو انا هقلل كل الكلام ده، لو هو هيكون ايه، بس المهم ناجح. المهم ان هو يكون صالح، يكون انسان محترم، يكون بر بيا. انت هتفرحي بالدكتور لو مش بيبرك؟ لا طبعا، يبقى لا الموضوع طبعا. هنا مؤثر جدا صحيح. فلما هتكلميه في والده هتكلميه كمثال للنجاح، مش مثال لمهنه معينه. ايوه تمام. طيب افرضي كده انا يا استاذه يعني ما عرفتش افهم ولادي صح وهم صغيرين، وطلع عند حد عدم ثقه في النفس، النتائج دي بقى هتكون ايه اللي هترتب عليها؟
لا حاجات كتير بقى هنا. لا هنبتدي بقى النهارده احنا بنقول للناس دايما انا عندي حاجتين، يا اما انت داخله لسه في مرحله جديده زي ما اتصلت استاذه امل كده وقالت نربي الاطفال ازاي، يبقى انت بتبداي من الاول وتاسسي. احنا بقى هنقسمها صغيرين نعمل معاهم ايه عشان ما يحصلش مشكله، والكبار لو وصلنا للمرحله دي لازم وصلنا. لو انا ما اتعلمتش يبقى انا لازم الحق. انا في ايدي ان انا في النص الحق، خصوصا سن المراهقه. ده الكبير بقى اللي يعالج نفسه، مش انا اللي هعالجه. لا انت، انا اللي هعالجه. لا انت والله طبعا. طب قولي لي فهميني. لا لا انت طبعا. ازاي بقى؟ لا طبعا، لانه انت يعني دي انا اللي يعني انا اللي لازم انا لا ينفع انا لا ينفع اصلح ولا هو بقى ياخد طريقه او يبقى عارف ان دي عنده مشكله فيها فيصلحها. بصي بقى، ده راجع بقى لحاجات كتير، ودي بقى الحالات اللي بتجيلنا اللي هو ايه، اللي هو راجع لفكره انت دمرتيه لحد فين. يا حول الله. ايوه يعني انت عملتي زي عدم ثقه لحد فين. وخلي بالك، ما في انسان عنده تحدي وعند، ما هي ميزه العند، العند ليه ميزه برضو. ايوه، ان هو ايه، انت قلتي لي فاشل، طب انا هثبت لك ان انا ناجحه بقى. وعندك واوريك ان انا هنجح، فبتنفع. بس يفضل بقى شايل منك. ايوه يعني اوكي، هو بينجح يعني ما بيتدمرش، بس بيتدمر جواه منك، لكن مش بوجه عام. مش بوجه عام. ايوه، لكن في واحد تاني بياكل في نفسه ويفضل يصدق انك مش حلوه، هيفضل كاره ماما، ان ماما هي اللي عملت فيا كده. معلش احنا معانا بس مكالمه. اتفضلي. ايوه مدام منى، اهلا وسهلا. هيا مساء الخير استاذه ايناس، استاذه جيهان. اهلا وسهلا. انتوا طيبين وحضرتك طيب. اهلا وسهلا. اتفضلي حضرتك الدكتوره معاكي. كان عندي سؤال دلوقتي، لو معايا مثلا واحده صديقه ليا او حد معايا في الشغل، زميل في الشغل، وانا عارفه ان الشخصيه دي ما عندهاش ثقه في نفسها، هل في انا طريقه معينه اقدر اعامله بيها او اعملها بيها بحيث ان هي تكتسب ثقه اكتر في نفسها؟ طبعا. يعني انا ماليش دور في التربيه ولا اي حاجه، بس انا كدور في يعني كشخص في المجتمع، هل ليا دور ان انا اكتسب الشخص ده ثقه اكتر؟ يا استاذه منى، انا بشكرك جدا على السؤال ده، لانه الحقيقه انا كنت هتكلم لسه في الجزئيه الثانيه دي بعيدا عن التربيه. شكرا استاذه منى، شكرا لاتصالك. سمعينا من التلفزيون. بعيدا عن التربيه كنت هتكلم في الجزئيه دي، يعني هي ما شاء الله نقلتني ليها. اللي هي فكره بقى، طب افرضي واحد مثلا اتربى تربيه كويسه جدا، تمام وبعدين فجأة فقد الثقة من الكبر مش من الصغر. بيكون سببها ايه؟ بنقول مثلا انا حد عمل له مشكلة او حصل له. لا، بتجيلي بقى حالات بقى كده كتير، اللي هي مثلا اتجوزت واحد بيدمرها مثلا، او اتجوز واحدة. انا مرة واحدة فاجئتني انها بتتصل بيا بتقول لي، كنت بدي محاضرة بتكلم في الثقة بالنفس. فانا افتكرت انها هتكلمني زي اي حد في مشكلة خاصة بيها هي، فلقيتها بتقول لي انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، كل الحاجات اللي انت قلتيها انا عملتها في جوزي، دمرته ووصلته لانه شرب مخدرات. يا حول ولا قوه الا بالله. والله هي قصده ولا مش قصده؟ لا، ما كانتش قصده، بس بتقول لي انا كنت مش عاجبني حاجات كتير، فضلت اتريق اعيب نقد وعيب عليه، واقارن بينه وبين اهلي، واقارن بينه وبين كل حاجه، لحد ما اتدمر خالص. ما بقاش عارف يعمل ايه. فانا عايزه اوصله لك ان ده ممكن يحصل في الكبر. الاستاذه منى قالت حاجه عجبتني وبشكرها. كان معانا اميره برضو بس فصل، حاولي تكلمينا تاني يا اميره. الاستاذه منى انا بشكرها جدا لسبب كمان حلو قوي، ان عندها روح حلوه قوي، انها بتحب صاحبتها وزميلتها في الشغل وعايزه تساعدها، ودي حاجه والله بقت نادره دلوقتي. ايوه، تقدري طبعا تساعديها من غير ما تحسسيها، لان خلي بالك اللي ما عندوش ثقه برضو بيبقى ذكي شويتين، اللي هو برضو حاسس بايه، ذكي ولا حساس؟ لا، حساس وذكي، اللي هو ايه، اللي هو لامح منك انك عايزه تدعمي الثقه، عايزه تساعديه، فيبتدي ايه، ما برضو ما يثقش، يعني يحس انك بتقولي الكلمه ايه الشياكه دي، يحس انك انت بتقوليها لها بس علشان بس انت مش مقتنعه ان هي شيك ولا حاجه. فانت لازم تقولي الحاجه، اولا انصحك يعني تكوني صادقه في متعها. انا ما بقولكيش ما تجاملش، لان هو هيبقى حاسس او هي هتبقى حاسه. قولي الحاجه بصدق. حتى لو ليكي نقد وليه بطريقه حلوه، اللبسه حلوه قوي بس عارفه الطرحه دي مثلا كان لونها احلى على وشك مثلا يعني. فهنا انت الطريقه دي بتحسسيها بالصدق، فبالتالي هي بتبتدي تصدقك لما بتمدحيها وتبتدي تدعمي جواها الثقه. يعني عملت حاجتين. لان هي هتبتدي تصدقك الاول. هي مش هتصدقك، هي الاول هيبقى متهيألها انك بتحكي عليها لغايه ما تثق فيها، لحد ما تثق وتتاكد ان هي مش بتجاملها، مش بتحاول ترفع نفس معنوياتها وخلاص. لا أيوه. فدي نقطه برده مهمه وبشكرك عليها يا استاذه منى. في اتصال ولا حاجه الاستاذه؟ لا كان في اميره وانقطع. طيب، فنقطه التربيه دي المرحله الاولى اللي انا بربي فيها. طب حضرتك بتقولي المرحله الثانيه؟ معانا مكالمه، معلش. اتفضلي. لا مفيش مشكله. ايوه دكتوره هند، اتفضلي. مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. انا كنت بس عايزه اسال، بالنسبه لطفله عندها 5 سنين، انا ازاي اديها الثقه بالنفس؟ ان ده سن صغير بالنسبه لي. تمام.
تمام، شكرا ليكي. طيب انا مش هدخل برضو في موضوع التربيه قوي لان ده موضوع كبير مش صغير، احنا كده عايزين نعمل له حلقه. احنا كل مره بنعرف هنعمل حلقه عن ايه؟ لا ان شاء الله يعني. تمام. لا احنا عندنا حلقات كتير مهمه ومربوطه ونعملها، بس ما نوعدهمش بكره يعني، عشان بتاعه التربيه دي عايزه لها يعني ايه كذا حلقه، عايزه لها يعني تنظيم معين لان الموضوع كبير. بس خمس سنين دي يا دكتوره، ما انا لسه كنت هقول لحضرتك اتعامل معاه ازاي خمس سنين ده. هي في نقطه زي ما قلت لك، هي فكره ان انا ما ادلعش وان انا ما اهملش، ادي الاهتمام النورمال، اتقي الله تماما في حتى في اولادي. والله يا جماعه حتى في ده اهم حاجه، اولادي ده اهم حاجه، اتقي الله في اولادي. فاعرفي حاجه مهمه جدا، ان انت وانت بتستجيبي لكل طلباتهم دي مش هي دي التقوى، انت ممكن تكوني بتضريهم. فانت توازني اهم نقطه، انك لو قلتي على عقاب حتى لو غلطانه ما ترجعيش فيه. يعني لان الطفل بيصعبوا علينا والله. بس بيصعبوا علينا يا استاذ. ما بيصعبوا علينا جدا. بس الطفل ذكي، ذكي ذكي جدا، عينيه حتى بتنط منها الذكاء. اكيد تلاقيه كده عارف ان ماما هزن عليها شويه هتمشي الموضوع. ايوه فانت اعملي كوني متوازنه، ونفس الكلام اللي انا قلته للاستاذه منى مع صاحبتها، انت هتمدحي فيها الحاجات الحلوه بجد، يعني اوعي تكون فيها صفه وحشه وانت تحاولي تعكسيها عشان تقولي لها انت جميله. لا ما ينفعش. يعني في ناس على فكره بتقول لك كده، بتقول اساعدها بذكاء، في ناس تيجي تقول لك لو هو كذاب قول له انت صادق. لا طبعا، لا انا ما اقولوش انت كذاب، اساعده بذكاء. اقول له بص اقول لك حاجه، ربنا سبحانه وتعالى قال كذا على الصدق وكذا، وان الصديقين ده هيكونوا في منازل جنب الشهداء وكذا، نحبب فيه. هتقولي طفل خمس سنين، لا خطبيه بانه راجل كبير. شويه هيبتدي يتعود على كلامك، بدليل في طفل عنده خمس سنين تلاقيه ما شاء الله عارف في التطور بيكلمك كويس قوي، والتاني خمس سنين انت معاملاه كبيبي، لكن ما تعملهوش كبيبي، كلميه احكي له اللي انت فيه. لو معكيش فلوس، دي نصيحه احب اقولها لكل يعني المدارس دلوقتي، بقى في طفل معهوش 5 جنيه والتاني جايب 50 جنيه، فبقيت يعني مشكله بتهز الثقه برضو، خلي بالك مش دايما من البيت. يعني ممكن يكون البيت ماشي مظبوط وتيجي المدرسه بتبوظ الدنيا دي حقيقه. يبقى غيران ان الصاحب وجايب قلم حلو قوي، حاجته غاليه جدا، مظهره، الكلام ده كله. فانت هتعملي حاجه ظريفه جدا عشان تقضي على الجزئيه دي، هتتكلمي معايا عادي خالص، معلش حتى السن الصغير ده اتكلم معاه. طبعا حتى لو مش فاهمني، بس انا يعني هيوصل له على الاقل. مفيش حاجه مش فاهمك. انت هتقولي انا مش معايا فلوس كتير، هتكلمي بلغته. بلغته ايوه، انا معايا فلوس بس انا اول ما يبقى معايا كتير هديك اللي نفسك فيه. لازم فيبتدي هو يحب ماما ويبتدي كذا، وبعدين تتكلم معاه تفهم منه بيشوف ايه في المدرسه. لو هو اكبر شويه، لو هو مثلا 6 7 8 سنين، تبتدي تقول له ممكن تكون المشكله هناك زي ما حضرتك. لازم يحصل حوار، لازم اعرف. يجي يقول لها مثلا صاحبي يا ماما بيجيب موبايل مش عارفه ايه. وهكذا. اتفضل. طب احنا هنطلع فاصل. لا هنطلع فاصل ونرجع تاني. اتفضل حضرتك فاصل، اوعى تروح في اي حته. اهلا بيكم مره تانية، اهلا وسهلا بيكم. وقفنا عند بقى اخر سؤال يا دكتوره، علاج عدم الثقه بالنفس. جميل. انا دلوقتي هديكم كده يعني زي ما بيقولوا ايه الخلاصه. لان الوقت البرنامج ما بيسمحش ان انا اشرح باستفاضه. انا كان معايا سؤالين كمان جايين على الصفحه. طب قوليهم لنا لو في الضمن ولا هم ايه؟ لا هم بصراحه في حاجات تانية يعني. لا خلاص، حد كان بيسال على الكاريزما، خليها وقت تاني. خليها وقت. تمام. طيب احنا دلوقتي بالنسبه للعلاج عدم الثقه، انا هديكم كده كلمتين، في كلمه كده انا قلت لهم يا ريت على الشاشه كده عشان ما تنسوهاش. كلمه حقك. كلمه حقك. كلمه حقك، وخد كل حرف لوحده كده. هنعمله ايه؟ هنعمله منهج كده لوحده. الحاء والقاف والكاف. كاف. كلمه حق. ايوه تمام. تمام. كلمه حقك. اولا اعرف ان هو حقك. يعني الثقه دي حقك. ايوه، فانت لازم تاخده، فعشان كده ما تنساش الكلمه دي ابدا. الحاجه الثانيه، تعالى نشوف حاجه تقسميها للصغيرين والكبار. يعني ازاي اعالج؟ لا انا بتكلم على علاج عدم الثقه، اقسميها للكبار الصغيرين. انا هتكلم بوجه عام. بوجه عام. طب تمام. لان انا مش هينفع افصص كل حاجه، لان كل حاجه لوحدها عايزه وقت طويل. عايزه وقت طويل جدا، وليها اسباب كتير وليها اعراض كتير وليها حاجات كتير. طيب حقك، انا عندي حرف الحاء بنقول له حركات. يعني ايه حركات؟ يعني حضرتك كتافك ما ينفعش نقعد مش في لحظه كده، ممكن نعمل ده لكن ما ينفعش مبقاش ده دايما نازلة. يعني ما ينفعش ان انا اقعد منحني، دايما افرد جسمي. عارفه زي الجسم الرياضي، انت النهارده لما بتنزلي تروحي جيم اوتوماتيك بتحسي ان انت بقيتي واثقه من نفسك. دي حقيقه. ايوه ليه؟ لان انت حاسه كانك رياضيه، مع انك لا خسيتي مثلا ولا جسمك بقى رياضي ولا حاجه، بس انت خدتي الوضع. خدتي الوضع. ايوه.
فلما خدت الوضع بقيتي بقى بالنسبه لك الوضع مختلف تماما. أيوة. حاجه كمان احب انصح بيها دايما، اقول ايه، هو انتوا في يوم من العيد بتبقوا يعني حاسين بايه؟ فرحانين؟ لا مش بس كده، وفي ثقه. ليه؟ انت لابسه اللبس جديد، بقى جديد، والدنيا حلوه والدنيا تمام. ايوه طيب، دي نصيحه. والبيت نظيف والبيت نظيف. كل دي حاجات مهمه. ليه بقى حضرتك؟ لانك لو جالك ضيف فجاه وبيتك مش نظيف انت بتبقي مهزوزه. اكيد. لو جالك ضيف فجاه وانت مش لابسه كويس بتبقي مهزوزه. اكيد صحيح. لو صادف ان اول مره اتعرف عليكي كنت لابسه أسوأ طقم عندك بتبقي متضايقه جدا ان ما حدش شافك باحسن حاجه عندك. ايوه في حاجه. فاحنا اللي بنقوله حاول دايما تكون احسن حاجه، ومش احسن حاجه انك تغير 100 طقم وتلبس براندات. لا مش دي طبعا بعد خالص. بعد اذنكم يعني، عشان الناس بقت في مظاهر عقد للناس. والله لا، بقت مظاهر عاليه والله العظيم. دي حقيقة. لا تكون نظيف، منمق، نظيف منمق. لبسك نظيف ومش مقطوع ومش مكوي، يعني لازم يكون مكوي، اقصد مش انك انت يبقى الحاجه مكرمشه ولا يعني مظهر كويس. المظهر ده في حد ذاته هيديك دعم للثقه عالي جدا. يبقى دي كده اول حاجه في الشكل العام للحركه. طيب انا بعد كده عندي قاف، قناعات. انا لازم يبقى عندي قناعه زي ما قلتي، ايه دي ذكي مش ذكي. ايوه لا انا عندي لازم يكون عندي قناعات معينه. قناعاتي عن الثقه، ايه هي قناعاتي؟ ان انا مش لازم اكون عارف كل حاجه في الدنيا. صحيح. وانه مش عيب ان انا اكون بارح في حته معينه واجتهد. أيوه. ان انا انجح في حاجه. انا ما بقولكش ايه هي الحاجه، انجح في اللي انت عايزه عشان تاخد ثقه. النهارده بتروحي انترفيو، لو انت بتروحي مش هتقولي وديني اي وظيفه. لا طبعا. صح. اكتر مثال بحبه الايه بتاعت سيدنا يوسف لما قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. يعني ده واحد طالب وظيفه اهو. ايوه. لا وداخل ايه بقلب جامد، بقلب جامد، بقلب جامد. هل ده مغرور؟ لا، هو عارف امكانياته في كده، عارف قدره، قدره في كده. أيوه. وعارف وفاهم. أيوه. ان هو حفيظ عليم، عارف انه امين. فانا لما بتدخلي تقولي انا انفع اشتغل وزير ماليه، يبقى انا عارفه ان انا قادره على اني فاهمه في المجال ده. أيوه. فهتقدمي على وظيفه مثلا مدرسه طالبه مدير ومدرس وسكرتير وعامل تنظيف مثلا. هتروحي تقول لهم يشغلني اي حاجه؟ لا طبعا هتبقي يبقى ما تقلليش من شانك. أوه. لا تقبل باقل مما تستحق. وانت لو ما قدرتيش نفسك محدش هيقدرك. محدش هيقدرك اكيد. فلو رحتي قلتي الله يخليك انا محتاجه شغل، شغليني بس اي حاجه عشان انا محتاجه فلوس، هقول لك طب انا ما عنديش والله غير انك تشتغلي كذا كذا. ده قد لا يناسبك وقد يجرحك وقد يألمك، وانت ويكون ممكن مستواي اعلى من كده بكتير، ومعاكي شهاده تشغلك باحسن وبراتب اعلى والكلام ده. صحيح. فانا النهارده هبتدي اعرف قدري. فاكرين المرايه تاني بتاع امبارح لما قلنا بص في المرايه؟ ايوه. بص في المرايه، اعرف انت مهاراتك ايه. اعرف امكانياتك ايه. اعرف انت تساوي كام. يعني انت مش كام يعني فلوس وكده، لا، بس حتى لو في الوظيفه قيمه نفسك. قيمه نفسك. انا النهارده هدخل، انا مش هقبل بمرتب اقل من كده، مش عنطزه ولا غرور. انا عارفه امكانياتي ان انا لا اقبل باقل من ذلك. ايوه. دي نقطه مهمه جدا. نرجع بقى للكاف. الكلمات. انا ما اقولش كلمات محبطه، ما اقولش كلمات سلبيه، بس الله يخليكي مش انا طويل واهبل ومش قصير ومش مش هي دي. لا برضو مش هي دي، لان برضو انتشر كتير جدا جدا. كلمتني ناس تقول لي هو صحيح لو بصيت في المرايه، ارجع لسؤال الاستاذه ألفت لما قالت لو بصيت في المرايه وقعدت كل يوم الصبح اقول انا جميله، انا حلوه، انا ناجحه، صحيح ده بيعلي الثقه؟ قولي لي انت بقى ايه رايك. لا طبعا مش هيعلي. طبعا مش هيعلي. ده منتشر ده في اماكن كتير بتدي دورات تقول بيقولوا كده بس بس مع منظومه تانية يعني. ايوه طبعا ده مش كده خالص اطلاقا، ولا فكره النظر للمرايه. النظر للمرايه مكروه الا في ضروره، ان انا مش هقعد احب في نفسي ولا في شكلي. مكروه، لكن خليه بس اللي هو العادي يعني. لو كل الاحوال مش هيزود لي الثقه يعني، مش هيزود لا، وان انا ابص عادي عشان اهندل نفسي خلاص على كده يعني. تمام. لكن فكره ان انا اقول لنفسي كلمات، ايه بقى هي الكلمات بقى اللي انا بقولها؟ الكلمات اللي بقولها عشان الثقه. يعني انا دلوقتي قلت حقك اللي هو الحركات والقناعات والكلمات. الكلمات، ان في كلمات محبطه، انك دايما بتقنعي نفسك انك لا تستطيعي، لا تستحقي، لا تصلحي. شيلي كلمة لا من الثلاثة دول. وأستطيع بإذن الله.
واستحق باذن الله. او ده زي ما الرسول قال تفاءلوا الخير تجدوه، ان انا برده ما بقول على حاجه ده انا هقدر اعملها ربنا. ايوه انا ربنا كرمني ما يعنيش مهانه، يعني ما اقولش انا لا انا ما استحقش كده، معقوله انا ممكن في بنات تيجي تقولي وانا معقوله هيتجوزني واحد كويس؟ كانوا بيقولوا كمان ما توصليش اشاره لمخك بكده، يعني ما تقعديش تقولي انا مش قادره اعمل فهيوصل اشاره للمخ مش هعمل. دي صح برضه، معلش مني انا عايزه اخدها بجانب اخر، لان انا كان نفسي اقول الجمله دي من الاول وكويس انك فكرتيني بيها. ايوه في ناس وصلت لمرحله في العصر الحالي يعني لدعم الثقه لدرجه ان هم معلش انا اسفه بعدوا عن الايمان. يعني انا وصلت لمرحله ان انا واثقه في عقلي كانه هو اللي هينجحني. يعني اجتهد وانجح وثق في نفسك وتاكد انك لو قلدت الناجح فلان هتبقى انت كمان ناجح زيه. كان لازم هتحصل حاجه وتيجي نتيجه. اقول لك لا ما تزعلش مني، وانا بجادل ناس كتير في النقطه دي. لا ما تزعلش مني، حضرتك ممكن اتنين محلين يفتحوا جنب بعض وحاطين نفس البضاعه، بالعكس ده ممكن يكون ده ديكوره احسن وبضاعته اشيك وده الناس كلها عماله تشتري منه، ده لا بس هو يبقى دام اجتهد اكيد هيبقى في النظريه يعني هنا بقى النظريه اكيد في يعني هنا بقى لما بقى. برافو عليكي بس في نقطه هنا بقى، ما هي دي برافو عليكي، هي النقطه الناس بتتهز في الجزئيه دي. ايوه طب ليه؟ عشان انا لازم اقول لك ان في حاجه اسمها رزق، دي رقم واحد. فلما تتشقلب كده مش هتجيب غير رزقك، انت بتجتهد للرزق بس، لكن هو في السماء رزقكم هيجي انا لو نايمه هلاقي الباب بيخبط وتجيلي. بس هو حتى ممكن ما يجيليش الرزق في كده، بس مع التعب هيجيلي في حته تانية. لا مش بس كده، والرزق مش بس فلوس، مش بس فلوس، دي حقيقه. لان دي ممكن حقيقة. يكون جاي له بركه. أيوة. ممكن يكون جاي له ابن بار. صالح. ابن أيوة. صالح ابن ما عندوش صحيح. ابن بيسرق ولا بياخد فلوس ويشرب بيها مخدرات. صح والله ممكن الرزق بيبقى في لقمه بتاكليها كويسه، يعني بتستمتعي بيها بركه. طيب يبقى انا نقول ايه في الموضوع ده؟ هو ربنا بيختبرنا، احنا في دار اختبار اصلا وابتلاء، ما هياش دار على مزاجنا، مش لازم واحد يزايد واحد يساوي اثنين. ده في النظريه الرياضيه، لكن مع نظريه الله سبحانه وتعالى انا مش هبص للموضوع كده، انا مع ربنا انا هعمل وهحسن الظن ان ربنا لا يضيع اجر من احسن عمل ان شاء الله باذن الله. تمام خلصنا وقتنا، احنا بس عايزين نقول المسابقه عشان احنا قدامنا دقيقتين. طيب فنقول المسابقه وبعد كده حاضر. اتفضل. سؤال حلقه النهارده، في اي عمر يتم تاسيس شخصيه الطفل الطبيعي؟ 5 سنوات، ده الإجابة رقم واحد. رقم اثنين 9 سنوات، 3 12 سنة. وده فرصة بقى عشان الناس اللي سألت النهاردة على اللي كأنها عارفة السؤال. سبحان الله. تمام. الإجابة بقى هتكون مثلا نمرة 2 حلقة 2. الإجابة واحد، الإجابة يعني السؤال الأول إجابة مثلا واحد، السؤال الثاني إجابة واحد، أو يعني إحنا كده بقينا أرقام مش حروف، خلي بال حضرتك. أرقام أو حروف أيا كده، يعني الإجابة يوم واحد مثلا الإجابة 3 أو 3، النهاردة 2 الإجابة مثلا 2، عشان هتتبعت كده. هتتبعت كده، أنا هفهم منها إن هو أصل أنا بعت 3 اختيارات بس. أيوه. فهو الاختيار أول أو ثاني أو ثالث. أو ثالث. تمام. تمام. سواء حروف او ارقام حضرتك هتفهمي. ده لان انا حاطه 3 اختيارات فقط. تمام. قولي لي بقى نصيحه اخيره كده للتربيه في دقيقه. هي حقك نفذيها على نفسك وعلى اولادك، يعني ايه؟ يعني ادي ابنك حقه برضه، يعني اولا ما تقعديش تقول اصل انت فاشل، اصل انت مش هتنفع، اصل انت لا تستطيع، اصل انت ما تستاهلش، ما هي ما تستاهلش هي دي لا استحق، اصل انت لا تصلح لا 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 اخوك احسن منك في الحته دي. ما تعمليش المقارنه. هدي يعني المقارنه، تقول لي في ناس تيجي تقول لي طب ما انا لازم اقارن علشان افهمه علشان يشوف النجاح او كذا. لا اولا لو مضطره تقارني ما تقارنيش باشخاص معروفين الله يكرمك، لانك انت بتفسدي وبتربي في قلبه الحقد، ممكن يكرههم. ده مش ممكن، ده بيبقى اكيد، ده بيبقى مش عايز ده بالذات ينجح يا حول الله، لانه وصل لمرحله ان ده اللي دايما ماما حطهولي عائق قدامي. ولو جبت انا 90 وهو جاب 91 تقول لي شفت برده جاب اعلى منك، زرعت جواه غيره. يعني تمام. هي حتى مش راضيه ان انا اجيب 90، يعني هي حتى مش بتقول لي مبروك، هي بتكون الام اصلا عندها نفس الشعور وتربت نفس التربيه ونفس الكلام ده وتتورث ايوه تتورث، فاصبح ان انا غيرانه منك فمتغاظه ان ابنك جاب اعلى من ابني. يعني هي القضيه عندها برده مش نجاح ابنها، يعني قضيه غيره اكتر من بدليل ان ابنها ممكن يبقى جايب 90 والتاني جايب 90 ونص، بس النص وجعها النص وجعها، فبتاثر على الابن وتدمر الابن وتنقل بقى المرض ده للاولاد. اهو ده بقى اخطر من كورونا. اخطر من كورونا عدوى خطيره. الوقت جري معاكي بسرعه جدا، احنا عايزين يعني نعمل 100 حلقه مستفيده يا رب. يعني بصراحه استفدنا من حضرتك جدا، وعايزين لسه تاني ان شاء الله. ان شاء الله بكره يكون موضوع شيق ان شاء الله باذن الله. ممكن اوعدكم بحاجه ظريفه جدا بمناسبه الثقه، ان بكره يكون بنتكلم عن الثقه في الحب.
عشان المواضيع دي خطيره قوي. الثقه في الحب. تمام. البنات ده وعدنا دي تبقى حلقه بكره ان شاء الله باذن الله علشان نشوف بقى الموضوع ده نعمله ازاي. ميرسي جدا جدا وحضرتك نورتينا. الف شكر. شكرا لحضرتك. ميرسي ليكم ولحسن استماعكم وننتظركم بكره في نفس الميعاد. ميرسي جدا. كنت معاكم ايناس كامل. السلام عليكم.